صباح الخير على حضراتكم. الحقيقة الفقرة اللي جاية فقرة من الحاجات المهمة جدا اللي دايما أو بنحب إن احنا نشوف الفنان الكبير الدكتور محمد عبلة، ويشرفنا في الحضور الحقيقة إن احنا نتكلم يعني قيمة كبيرة جدا بتشرفنا النهاردة، عالم من أعلام الكاريكاتير في مصر والعالم. الحقيقة بنحب نهنيه على الوسام الرفيع اللي هياخده إن شاء الله من ألمانيا في شهر أغسطس القادم، لكن الحديث كمان بيطال الملتقى الدولي للكاريكاتير اللي بيحتفي بالموسيقى، وشخصية البورتريه هذا العام هي شخصية أم كلثوم. الحقيقة الكاريكاتير فن قديم جدا جدا جدا، ومن الفنون المهمة جدا، وكنا زمان كده نحب نفتح الجورنال نبص على الكاريكاتير اللي مكتوب النهاردة، والحقيقة في ناس اشتهرت جدا بموضوع الكاريكاتير وإيصال المعلومة بشكل مضحك وبشكل خفيف يوصل النقد البناء والنقد المحترم لأي حد بيحب يوجه المعلومة. الحقيقة فن من الفنون المهمة جدا في مصر والعالم. الحقيقة فن الكاريكاتير وبالذات دكتور محمد عبلة أحد الرموز الفنية اللي شاركت في ترسيخ مفهوم الكاريكاتير والمشاركة بشكل كبير جدا جدا أن يكون الكاريكاتير بالشكل الحالي موجود في مصر على ما هو عليه الآن. شرفنا طبعا أحد الرموز العالمية في فن الكاريكاتير الفنان الدكتور محمد عبلة مؤسس متحف الكاريكاتير. مشرفنا يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك بيك. أهلا وألف بيك. مبروك طبعا على التكريم القادم ده، يعني تكريم لمصر اولا وتكريم لحضرتك ثانيا، والحقيقه يعني جائزه مهمه جدا جدا حضرتك بتتقلدها كاول لله. عربي ومصري يمكن بياخد هذه الجائزه. بالضبط. مبروك يا دكتور عليك الله ان شاء الله. يبارك فيك هنتكلم عنها وسط الحديث، بس ان شاء بدايه الله. كده الملتقى الدولي للكاريكاتير يمكن ده الملتقى السابع، ايوه بتعاون ما بين عدد من الجهات، اطلعنا كده عليه وموجود فيه الناس بتحب تشوف وتتفرج برضه. هو الملتقى الدولي للكاريكاتير طبعا كان يعني بداية صحوة وحاجة مهمة تحصل لوصل الكاريكاتير المصري وحركة الكاريكاتير المصري بما يحدث في العالم، عن طريق ان الفنانين المصريين والعالميين والدوليين بيلتقوا شوية. بيلتقوا مع بعض حوالين موضوع معين، يعني بمعنى ان كل سنة بتطرح تيمة أو موضوع الفنانين على مستوى العالم يتسابقوا في إن هم يعبروا عنه. والجمعية المصرية للكاريكاتير كانت مشكورة بصاحبة المبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة والعلاقات الثقافية الخارجية. ومتحف الكاريكاتير منذ البداية اللي أنا يعني بتشرف بتأسيسه، يعني من البداية تضافرت الجهود ديت على ان الملتقى ده يبقى موجود على الخريطه الدوليه، لان احنا عندنا مشاركات من 62 السنه دي، يعني مشاركات من 62 دوله، 400 فنان بيتكلموا عن حاجه مصريه جدا، ام كلثوم. وام كلثوم احنا بنتخيل ان احنا في الوطن العربي وفي مصر احنا اللي عارفينها، بتكتشف ان في 130 فنان على مستوى العالم بيرسموا ام كلثوم، من روسيا ومن اوكرانيا ومن اليابان ومن الصين، بيقروا عن ام كلثوم وبيعرفوا عنها وبيرسموها وبيعبروا عنها. فده حاجه جميله جدا بيحصل من خلال هذا الملتقى الدولي، اللي يعني ثماره بتظهر في الاجيال بقى الجديده، ان هم لاول مره بيحتكوا بفنانين عالميين بيشتركوا معاهم في نفس الموضوع، بيناقشوا نفس القضيه، فده شيء جميل جدا. يعني كل الرسومات عن ام كلثوم يا دكتور؟ في المسابقه او الملتقى بيبقى دايما تيمه كبيره، اللي هي السنه دي كانت الموسيقى بشكل عام، وبعدين بتبقى في مسابقه البورتريه او الوجه، يعني كل سنه بنختار شخصية معينة نتكلم عنها. فالشخصية بتاعت السنة دي كانت أم كلثوم. بالظبط. طيب عايزين برضو نتكلم على تاريخ الكاريكاتير بشكل عام بقى دكتور، يعني كنا نتكلم كده في معلومات الحقيقة مهمة جدا طبعا مع حضرتك في الفاصل قبل ما نبتدي الهوا، لازم الناس برضو تعرف ان الكاريكاتير ده يعني ليه جذور مصرية واصله يمكن مصري. هو طبعا الكاريكاتير اصوله مصرية، لان اول رسوم ساخرة، لأن الكاريكاتير هو النقد بسخرية عن طريق الرسم، يعني فيه ازاي تنقد بطريقة ساخرة وعن طريق الرسم. فده بدأ في مصر القديمة، وبدأ الحقيقة بصور جميلة جدا
بنلاقي في لما كانوا بيبنوا متحف في معبد حتشبسوت كان العمال بيعانوا كتير من مشاكل، فكانوا بيرسموا المشاكل بتاعتهم دي على الفخار، نقص الأكل مش عارف إيه الحاجات دي كلها، ولقينا مجموعة كبيرة جدا من الرسوم الساخرة للعمال اللي كانوا بيعملوا معبد حتشبسوت. وبعد كده في إيطاليا في متحف تورينو في برديات جميلة جدا كلها بتتكلم عن السخرية، وتبص عليها تحس إنك أنت وكأن رسام معاصر بيرسمها الوقت، سخرية بيوصل رسائل عن طريق الحيوانات والطيور، وازاي هم في اوضاع مضحكه، ان الديب بيحرس الغنم، يعني كلها معاني. فمن اكثر من 3500 سنه الكاريكاتير موجود في مصر. في العصر الحديث مصر من اوائل الدول اللي كان فيها مجله كاريكاتير او صحافه ساخره، بدات مع بلجيكا وانجلترا، كان في موازي ليها في مصر صحف ساخرة لغاية 1952. كان مصر ظهر فيها أكثر من 30 مجلة وجريدة ساخرة بتتكلم عن الكاريكاتير. جريدة كاملة؟ كاملة كاملة يعني كاملة، يعني في أسماء، وإحنا عندنا في المتحف في الفيوم معظم الأغلفة بتاعت الصحف ديت أسماء كتيرة جدا، لدرجة إن كان في مجلات كاريكاتير للأطفال زي الكتكوت مثلا كانت مطلعة دريه شفيق، الجماعات السياسية والدينية كانت بتطلع مجلات كاريكاتير، كل الأحزاب كان عندها جريدة أو مجلة أو اتنين للسخرية من الأحزاب الأخرى، لأن الكاريكاتير هو وسيلة من وسائل النقد. فعشان كده مصر لها تاريخ طويل، لدرجة أن في مجموعة كبيرة من الفنانين الأجانب كانوا عايشين في مصر وبيرسموا كاريكاتير في مصر، لأن مصر كان اقتصاديا كانت منتعشة، ثانيا كان فيها حرية رأي وحرية نقد كبيرة جدا في الفترة دي، وظهر مجموعة كبيرة من الأجانب زي صاروخان وسانتيس ورفقي وزود وشوقي وكيراز، مجموعة كبيرة جدا من الفنانين الأجانب والعرب اللي جم يرسموا في مصر وفي مجلات مصر. الحقيقة برضو دكتور محمد، يمكن الكاريكاتير من الحاجات الصعبة جدا، لأنه بيجمع ما بين فن وما بين فكر. أيوه. الاثنين مع بعض بيجمعهم الكاريكاتير طبعا، ودي حاجة مش سهلة أبدا أن نلاقيها في شخص أنه يجمع ما بين أن يكون فنان. دايما الفنان بيكون شارد بفكره. أيوه. فإن احنا نلاقيه بقى فنان بفكره وملم بالأحداث الموجودة أو اللي هو مهتم بيها السياسية، غالبا طبعا بيكون سياسية بشكل رئيسي يعني. ازاي بقى بيطلع الخلطه دي بقى دكتور؟ هو طبعا عشان كده ان هم عدد رسام الكاريكاتير قليلين جدا في العالم كله، لان دي تكوين خاص جدا بيبقى محتاج منه ان هو يبقى مطلع، لان رسام الكاريكاتير ده بيصحى من الصبح بدري غيرنا يعني، يقعد يبص على الجرايد ووكالات الانباء ويشوف والحوادث وكل الاخبار اللي هي بتحدث في المجتمع، ويحاول ان هو يعبر عنها بطريقه ساخره وموجزه جدا، لان الكاريكاتير ده في الاساس بيبقى موجه لتلخيص حدث معين سياسي او اجتماعي، وطرحه بطريقه مفهومه للجميع. فعشان كده هو مطلوب منه انه يبقى مثقف وقاري ومطلع، وفي نفس الوقت عنده القدره على التعبير وعنده قدره على التلخيص والايجاز. دي كلها مكونات صعب انك انت تلاقيها يعني انا برسم كويس جدا، بس ده مش معناه ان انا اعرف ارسم كاريكاتير، لان الكاريكاتير دي تركيب على بعضها، ولذلك رسام الكاريكاتير الكويسين في العالم معدودين. ما يجوش 20 واحد. زمان كانوا بيقولوا لنا دكتور اذا وانت بتشوف الكاريكاتير وبتقراه ما ابتسمتش يبقى انت ما نجحتش. طبعا ممكن تبتسم وممكن تزعل، لان يعني المعنى الاصح لازم يكون في رياكشن يعني بيحصل، لازم، لان هو رسام الكاريكاتير بيستهدف العقل في البدايه، يستهدف عقلك، لانك لو فهمت هتضحك، لو هو عايزك تضحك
وفي احيان كتيره زي الله يرحمه صلاح جاهين كان طبعا بيبكينا على احوال المجتمع. صح. فمن خلال السخريه بتوصل للب الموضوع نفسه، بس هو ده سعره انك داخل تهزر بس انت بتتكلم جد. صحيح صحيح. طيب برضو دكتور، الشباب بقى اللي طالع جديد وبيبقوا مهتمين بالكاريكاتير اكيد بنقدم لهم بتحاجه وتقول لهم نصايح، بيجي يحتكوا بالفنانين الكبار زي حضرتك، ايه الحاجات اللي بتحاول تنقلوهم من جيل حضرتك اللي كان متميز في الكاريكاتير للاجيال الجديده دي؟ والله هو الـ اول حاجه في لازم يبقى في استعداد شخصي، يعني بمعنى ان دي رغبه حقيقيه قويه، لان ده طريق صعب وطويل، لانك انت ما بتلاقيش اسلوبك وطريقتك بسهوله، انك انت ازاي تتميز في وسط الموجودين بخطوطك بطريقتك، دي محتاجه بناء شديد ومجهود كبير جدا. فبتنصحه انه يقرا كتير، وتنصحه انه يتفرج كتير يشوف اللي قبله عملوا ايه، وتنصحه بان هو فعلا يبقى مهتم، يعني واخد الموضوع بجد ويتابعه ويتابع دائما. يعني هي مهمه شاقه، لانك انت محتاج تتميز ومحتاج انك انت تقدم حاجه جديده، لانك انت لو ما قدمتش جديد، وخصوصا الكاريكاتير ده اداء يومي، بمعنى انك بتنشر في الجريده او في المجله بشكل يومي او اسبوعي، معناها ان في ناس متابعه والناس مستنيه انت بتعمل ايه، فمجهود كبير جدا، فاحنا بننصحهم طبعا. هو دايما يا دكتور بيكون الكاريكاتير او الرسام الكاريكاتير ذهنه حاضر؟ ده يعني لازم ذهنه، يعني لو حضرتك دلوقتي ترسم كاريكاتير سريعا يعني ترسم ايه؟ بالنسبة لنا دلوقتي يعني تفكر في ايه؟ لا يعني انا مثلا ما بفكر، هفكر في ايه الاحداث الحالية المهمة في العالم. هتلاقي الازمة الاقتصادية، في الازمة الاقتصادية اللي هي موجودة في العالم، ازاي انك انت تقدم فكرة لها علاقة بالأزمة وفي نفس الوقت تدي الأمل، ما هو ده الموضوع بتاع الكاريكاتير. فأنت ممكن بقى تتصور، يعني احنا ممكن نتصور بخيالنا حاجات كتيرة بتحصل، بس هو ده الموضوع، انك انت مش بس تشاور على سلبية الموضوع، لكن ازاي تدي اللي بيتفرج على شغلك ان في أمل، ان في منفذ، في ضوء، انك انت لانك انت الكاريكاتير ده في الجرايد وفي المجلات حاجة بنشوفها الصبح بنبدأ بيها اليوم، لما تبدأ اليوم لازم تبقى عارف انك انت بتدي طاقة امل للي بيتفرج. فدي الموضوع، انك انت تشوف حدث مهم تركز عليه، وفي نفس الوقت ما تطرحش المشكلة بس تحاول تدي يعني مفاتيح للتفاؤل. طب تقييم حضرتك لوضع الكاريكاتير المصري يا دكتور في ظل الكاريكاتيرات العملية، او يعني العالم بالنسبة للكاريكاتير ومصر أيضا بالنسبة للكاريكاتير، تصنيفنا فين دلوقتي؟ هو طبعا مصر فيها تقاط رسامين كويسين جدا، وفي أجيال جديدة كويسة جدا، هو محتاجين بس تتاح فرص أكتر، ويبقى في منافذ لعرض إنتاجهم، لأن الكاريكاتير ده زي تدريب يومي، يعني أنت ما تقدرش ترسم كاريكاتير مرة كل شهر، أنت لازم ترسم كل يوم عشان تبقى متابع كل يوم، عشان تشغل ذهنك ان هو يبقى لماح ويقدر يقتنص الموضوع ويعبر عنه، فلازم يبقى في اتاحه اكبر لمساحات لعرض هذه الافكار، ولازم نعرف ان احنا يعني لما بندعم الكاريكاتير فاحنا بندعم قيمه مستمره في الشعب المصري، اللي هو السخريه، النكته، كل ديت حاجات في شخصيه الشعب المصري، يعني حاجه في صميم الشخصيه، فلازم نحاول ان احنا ما نفقدهاش، وندي دائما الدفعه للشباب يكونوا مصريين بجد. وطالما يا دكتور النقد بناء ومحترم وفي الاطار الصحيح، مفيش مانع منه يعني اطلاقا. بالظبط، ما احنا عايزين كده، احنا عايزين انك انت مش بالضروره انك انت تنقد، يعني بتهدم. بالزبط. انت بتنقد يعني معناها انك بتساعد في البناء، فعشان كده الكاريكاتير اهميته في انك انت فعلا بتوصل رسائل. يعني احنا في فتره من الفترات ايام مدرسه الصباح الخير في عصراء الذهبي، صباح الخير ورضا اليوسف، كان في المجله اكثر من 20 رسام كاريكاتير بيشتغلوا بشكل يومي، وكانوا
يعني كتيبة رهيبة لبث الأمل والابتسامة ومناقشة قضايا في كل الاتجاهات، سياسية واجتماعية وفنية، وكان مجموعة كبيرة جدا طبعا منهم الأسماء اللي حوالينا الجميلة اللي لسه عايشة ربنا يديله طول عمر، جورج البهجوري ورجائي ونيس ومجموعة الكبيرة جدا وناجي، وهقول أسماء، وعبد السميع وزهدي، دول كلهم كانوا مجندين لإعطائنا دفعة من الابتسامة والأمل. فالنقد طبعا مش معناه الهدم، هو النقد، ودي أهمية النقد، إن هو يدفعك إلى الأمام ويخليك تفكر. ده صحيح. احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك النهارده، وبنبارك لحضرتك مره ثانيه على الجائزه ان شاء الله، يكون لنا لقاء بعديها كده وهي معاك ان شاء الله. دايما مشرفنا دكتور في المحافل الدوليه، وبنفتخر ان حد عندنا زي حضرتك في مصر. شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. الدكتور الفنان محمد عبله، مؤسس متحف الكارتيز، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شرفتنا. بشكر حضراتكم لحسن المتابعه، وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. الى اللقاء.